وأول امبارح مش هننسى طبعا كان في مباراة لمنتخب مصر أمام منتخب موريتانيا في التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية، والحمد لله المنتخب قدر يفوز وألف ألف مبروك. لكن احنا حابين نتوقف قدام صورة جميلة شفناها مع بعض، وهي مشهد نظرة الطفل اللي كان بيبص على محمد صلاح نجم العرب وفرعون مصر وهو واقف جنبه ازاي بابتسامته وبيقول كلام كتير قوي فيها، يعني تحس ان طفله منبهر وفي نظره فيها كلها احترام وتقدير. قد ايه الولد الحقيقه كانت الفرحه باينه عليه، وكميه تفاعل الناس على السوشيال ميديا ان ده القدوه بالنسبه لاولادنا حتى الصغيرين قد كده، قدوه تستاهل يعني محمد صلاح. فكره ان الزمان ده ما بقاش فيه يعني القدوه بقت قليله قوي، يعني بقت قليله دوري على القدوات كده والرول موديل لاولادنا مع اللخبطه اللي حاصله وانفتاح السوشيال ميديا عليهم مخيف الحقيقه. بالظبط، بقى في انفتاح طبعا في السوشيال ميديا سلبي للاسف، او الاغلبيه فيه سلبيه، فطبعا مغطيه على النماذج الايجابيه. وفي الحقيقه انا عايزه اقول انه مو صلاح ذا ايجيبشن كينج الملك المصري هو مش بس قدوه للشباب والاطفال، على فكره هو قدوه لإيه؟ لكل المصريين، قدوة صحيح. للعالم كله. احنا يعني بنشوف في ليفربول شعبيته عاملة ازاي. أيوة، يعني هو قدوة مرة فاجئوا بيه الأولاد في المدرسة وهو داخل عليهم جننوا انه مش قدوة للعرب بس، لكن هناك في ليفربول هو نموذج ايضا جميل ومغير اللوك، يعني شايفين غير لوك بتاعه، هو الحقيقة ملهم ومتربي، يعني مش بس بيلعب كورة باحتراف ولكن كمان اخلاقه باين عليه في الملعب. صحيح. تعامله وتواضعه مع الناس الحقيقة يعني هو رائع في كل حاجة، نموذج جميل. وطبعا جزء أساسي من نجاح مو صلاح، وده من وجهة نظري، أنه هو بيملك أولا المرونة النفسية والذهنية، يعني هو عرف يدخل ويندمج داخل المجتمع الإنجليزي، عرف يكسب حبهم، عنده استمرارية، عنده مثابرة، وفي نفس الوقت هو محافظ على أخلاقه وقيمه اللي اتربى عليها لحد ما بقى ايكون. يعني الاول كمان كان معروف شعره صحيح. بيعملوه على التيشيرتات وعلى اللعب دلوقتي وعلى اماكن صحيح. وعلى الحيطان، تدخل حي شعبي تلاقي صورته على الحيطان، فاصبح يعني ايقونه ربنا يحميه ويخليه لاهله. هو كمان خير، وعارفين دايما طبعاً. من هنا بنروح ونعمل يعني نسلط الضوء عليه واللي بيعمله في قريته والخير اللي بيعمله في حياته، ربنا يبارك له ويزيده نجاح يا رب ويرفع راسنا كده، يعني فرعون العرب ونجم العرب صحيح. محمد صلاح صحيح.